كثر الجدل مؤخرا حول أزمة الانطفاءات المتكررة لكهرباء الجوف بعد أن أصبحت حياة المواطنين ثمنا لتلك الانطفاءات، فحرارة الصيف التي ألقت بظلالها على كاهل المواطنين ومعيشهم زادت الوضع سوءا. أزمة دخلت في وحل الاتهامات بين سلطة الجوف وشركة النفط بمأرب حول كمية الوقود الخاصة بمولدات كهرباء الجوف، فيما المواطنون وحدهم من يتجرعون ويلات هذه الأزمة. الكهرباء في محافظة الجوف تشكي من تعسفات كثيرة، تشتغل 10 ساعات وعاد بين نطفي ولع. الناس هلكوا بالحر هذا، المواد الغذائية تلفت. الشبكة المتهالكة لأسلاك الكهرباء هي الأخرى تشكو من الإهمال الطويل، حيث مضت عشرات السنوات منذ نشأتها ولم تخضع للصيانة أو التغيير، ومؤخرا يتحمل المواطنون تبعات أي خلل قد يحدث لبعض الأجهزة بدفع مبالغ مالية خوفا من الاستمرار في الحر والظلام، ويتساءلون أيضا عن حجم الإيرادات التي تقدر ب15 مليون ريال شهريا حسب الجهات المختصة. لماذا لم يتم إصلاح الشبكات المتهالكة؟ على سبيل المثال إذا انفصل خط داخل المدينة يتم إصلاحه على حساب المواطن. أين هي جهود السلطة المحلية؟ أين هي جهود المؤسسة العامة للكهرباء؟ الإيرادات نتساءل عنها كمواطنين، أين تذهب هذه الإيرادات؟ مع العلم أن حجم المشتقات أو أسعار المشتقات التي تدفع لتشغيل محطة الكهرباء تدفعها الحكومة الشرعية. انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي يصاحبه غضب شعبي حيال هذا التجاهل. هناك مطالبات من قبل المواطنين للسلطة المحلية بإيجاد حلول سريعة خاصة في فصل الصيف، لكن لم توجد هناك حلول ملموسة على الواقع، لم توجد هناك حلول نهائية تنهي هذه الأزمة. تغرق الجوف ومعها أبناؤها في الظلام والمعاناة بعيدا عن أعين السلطات التي تتجاهل تحركات الشارع ومطالبه المستمرة في عودة الكهرباء. شكلت الانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي أزمة خانقة في مختلف مجالات الحياة اليومية للمواطن الجوفي، وأثبتت أيضا عجز السلطتين المركزية والمحلية في إيجاد حل لهذه المعضلة. صالح مبخوت لقناة سهيل، محافظة الجوف.